والثقافي، وبالطبع ليزدهر مستقبل الشعبين الصديقين. هذه الزيارة الروسية اليوم إلى الرياض تأتي ثمرة زيارة كريمة قام بها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في عام 2017 للميلاد، والذي وجه فيها دعوته إلى صديقه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة المملكة العربية السعودية، والنظر والوقوف أيضا على سعودية جديدة تخطو بخطوات متقاربة إلى مستقبل مشرق ومجيد يضمن لها ولشعبها سيادة وريادة تقود بها العالم العربي والإسلامي، وثقلا سياسيا في المنطقة والعالم. نتابع وإياكم مشاهدين الكرام هذه الصورة الحية المباشرة من الديوان الملكي.